أهلا بكم يا أصدقائي في موسوعة افتتاحيات الشطرنج، وده الجزء الثاني من طابق الأربع أفراس. في الفيديو السابق بدأنا في طابق الأربع أفراس اللي بيبدأ بالنقلة E4 E5 Knight F3 Knight C6 Knight C3، وهنا الأسود بيلعب Knight F6، وبكده بنخش في طابق الأربع أفراس. وقلنا ان اشهر نقلة للابيض في هذا الموقف هي بيشوب B5، ودي بنسميها طابق الاربع افراس الاسباني، لان النقلة بيشوب B5 بتذكرنا بالطابق الاسباني المميز بهذه النقلة. وقلنا ان الاسود بيقلد نقلات الابيض وبيلعب بيشوب B4، ولكن لو الاسود مش عاوز يقلد نقلات الابيض ممكن يلعب في الموقف ده نايت D4، ودي بتدخلنا في احد التفريعات الشهيرة في طابق الاربع افراس واسمها دفاع روبنشتاين. والدفاع ده هيكون موضوع الفيديو القادم، لكن حاليا الاسود بيكمل بتقليد نقلات الابيض وبيلعب بيشوب B4، وبيكمل الخط الرئيسي بكسل كسل D3 D6، وهنا الابيض بيلعب بيشوب G5. وقلنا ان الاسود ما بيقدرش يستمر في التقليد ويلعب نقلة زي بيشوب G4، عشان دي بتكون نقلة سيئة. والابيض هنا بيرد بالنقلة الفائزة نايت D5، بيضغط على الحصان المربوط على الوزير، وفي نفس الوقت بيهدد بالفوز بقطعة ببيشوب تيك C6 وبعدين نايت تيك B5. ولذلك في الموقف ده الاسود بيلعب بيشوب تيك C3، وبعد بي تيك C3 بنوصل لهذا الموقف اللي احنا بنسميه الموقف الرئيسي، وشفنا منه اكتر من تفريع للابيض والاسود في الفيديو السابق. لكن لو في الموقف ده الاسود مش عاوز يلعب البيشوب تيك C3 ويوصل للموقف الرئيسي اللي احنا شفناه، ممكن هنا يتبنى نقلة اخرى زي النايت E7. والنقلة دي فكرتها هي الضرب في الوسط، لان الاسود عاوز يلعب النايت G6 ويلعب C6 ويطرد الفيل، وبعدين بواسطة C6 ممكن يلعب D5 ويضرب الوسط، وكذلك يتخلص من الربط اللي واقع على الحصان F6 بالنقلة كوين D6. ودلوقتي الأبيض لو عاود يستغل النقلة نايت E7 في انه يضعف موقف الملك الأسود ويلعب بيشوب تيكس F6، لأن الأسود دلوقتي مجبر ان يلعب جي تيكس F6، والابيض بيكمل في هجومه بنايت H4، والاسود بيرد بيشوب E6. ودلوقتي الابيض لو لعب F4 مش هيقدر بهذه الطريقة يستثمر الاضعاف اللي حصل في موقف الاسود، بل على العكس يمكن العمود G اللي تم فتحه قد يستطيع الاسود ان هو يستثمره بطريقة افضل من الطريقة اللي ممكن الابيض ان هو يستثمره ضد الاسود. ولذلك في الموقف ده الابيض هيتخلى عن النقلة بيشوب تيكس F6 وهيلعب بدلا منها النقلة نايت H4، على اساس انه بيحضر للنقلة F4 اللي هيفتح بيها العمود F وهيضغط على حصان F6. لكن هنا الاسود هيبدأ في تنفيذ فكرته اللي بدأها بالنايت E7 وبيكمل بC6 عاوز الفيل بيشوب C4، وهنا الاسود ممكن يلعب D5، والابيض بيلعب بيشوب B3، والاسود بيكمل بكوين D6 وبيرفع الضغط عن الحصان على F6، والابيض بيكمل H6 عاوز الفيل بيشوب تيكس F6 كوين تيكس F6، وهنا الابيض هيلعب نقلته القوية كوين H5. وموقف الابيض افضل لان بيادئ الاسود ضعيفة، والابيض بيسمح بتقديم بيادئ الوسط الاسود وبعد كده بيهاجمهم، ودي نفس الاستراتيجية اللي هنشوفها في افتتاحيات بيدا الوزير لما نوصل لهذا النوع من الافتتاحيات. ولذلك في الموقف ده الاسود بدل ما يكمل بالD5 عنده نقلة افضل، وهي نايت G6 عاوز الحصان، وبعد نايت تيكس G6 H تيكس G6. لو الابيض لعب F4 الاسود هنا هيكمل ببيشوب C5 تشيك كينج H1، وهنا الاسود بيكمل ببيشوب E6، ودي نقلة قوية بتجبر تكسير الفيلين
والتكسير هيحرر دور الاسود بطريقة مرضية. في الموقف ده اللي الاسود بيقلد نقلات الابيض، واخر نقلة للاسود كانت D6، وشفنا دايما ان الابيض بيلعب بيشوب G5، والاسود ما بيقدرش ان هو يواصل التقليد ويلعب بيشوب G4، لكن الابيض ممكن بدل ما يلعب البيشوب G5 يخش في احد التفريعات اللي احنا بنسميه التفريع المتماثل، ويسمح للاسود بان هو يقلده لمدة اطول، والتفريع ده بيبدأ بنقلة الابيض نايت E2، والاسود بيستمر في التقليد ويلعب نايت E7، وبعد C3 عاوز الفيل بيشوب A5 نايت G3، الاسود بيلعب C6 عاوز الفيل بيشوب A4 نايت G6، وهنا الابيض بيكمل بD4 والاسود بيرد بنفس النقلة وهي D5، وبنوصل لموقف متماثل على الجانبين، والنقلة دي بتصفي الموقف في الوسط. وقبل ما هننهي رحلتنا مع تفريعات طابق الاربع افراس، هنقول على نقلتين يجب على الاسود ان هو يتجنبهم وبتؤدي بيه الى موقف سيء. ودلوقتي تعال نرجع الى هذا الموقف اللي بنسميه طابق الاربع افراس الاسباني، لان الابيض بيلعب فيه البيشوب B5، وقلنا هنا ان الاسود بيستمر في تقليد نقلات الابيض وبيلعب بيشوب B4، ولكن لو الاسود ملعبش البيشوب B4 ولعب بدلا منها النقلة بيشوب C5، وده خط شبيه بالخط اللي شفناه في افتتاح الراي لوبز التفريع التقليدي، لكن هنا هذه النقلة بتكون نقلة ضعيفة، لان الابيض بيكمل كسل والاسود بيرد D6، لان هنا الابيض بيقدر يلعب نقلته المفضلة اللي هي D4، والاسود مضطر للاخد لان النقلة دي بتنبو على الفيل، والابيض يبقى موقفه افضل كثيرا. ولذلك في الموقف ده الاسود ما بيفضلش ان هو يلعب البيشوب C5، انما بيلعب البيشوب B4، والابيض بيكمل كسل، وشفنا في التفريع الرئيسي ان الاسود بيكمل بنفس النقلة وهي كسل، لكن هنا الاسود بدل ما يلعب كسل ويلعب D6، ما بتكونش دي افضل نقلة في هذا الموقف، لان الابيض عنده الرد القوي نايت D5، عاوز يفوز بفيل B4 معتمدا على ان حصان C6 مربوط على الملك، ولذلك الاسود بيكمل بيشوب C5، وهنا الابيض بيكمل بنقلته المفضلة D4. ولو لاحظنا ان ده نفس الموقف اللي شفناه منذ قليل، ولكن حصان الابيض على المربع D5 بدلا من المربع C3، وعلى اي حال الاسود هنا مضطر ان ياخد على المربع D4 ويلعب E takes D4، والابيض بيكمل Knight takes D4، والابيض وصل لموقف هو له فيه الافضلية. وبكده عرفنا ليه الاسود رد على نقلة الابيض بيشوب B5 ما بيلعبش البيشوب C5، انها بيلعب البيشوب B4. وعرفنا ايضا ان بعد الابيض ما بيكمل بكسل، ليه الاسود لازم يكمل بكسل وما يكملش بالنقلة D6. وبكده نكون انتهينا من التفريعات الرئيسية لطابق الاربع افراس، وفي الفيديو القادم هنبدأ من هذا الموقف اللي الاسود مش هيلعب فيه النقلة المعتادة بيشوب B4، انما هيكمل بالنقلة نايت D4 اللي هتدخلنا في احد الخطوط الشهيرة في طابق الاربع افراس اللي بتسمى دفاع روبنشتاين. والى ذلك الحين الى اللقاء. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.